حملة ترويجية لحاملي بطاقات الخصم وبطاقات الائتمان اللي هيعمل مشتريات بألف جنيه عنده فرصة إن هو يخش السحب ويكسب نص مليون أو 250 ألف أو 100 ألف أو 50 ألف. في الأول إيه الفرق ما بين بطاقة الخصم وبطاقات الائتمان، وهل دي متاحة لكل العملاء؟ هي متاحة لكل العملاء، وحتى العملاء الجدد اللي هيفتحوا حساب من حقهم إن هم يخشوا السحب. ده سحب على مجموعة من الجوائز هيكون عبارة عن 40 فايز، 20 فايز في شهر يوليو و20 فايز تانيين هيكونوا في شهر أغسطس. مين اللي ليهم حق يخشوا السحب؟ كل من عنده بطاقة ائتمانية أو بطاقة خصم أو بطاقة إضافية. يعني إيه يا دكتور؟ بطاقة الخصم اللي بتاخدها دي عبارة عن بطاقة خاصة بالحساب بتاعك، يعني لو معاك حساب جاري او حساب توفير بيدوك حاجة اسمها بطاقة الخصم، بيبقى من حقك انك انت تعمل بطاقة اضافية. ايضا البطاقة الاضافية دي من حقها ان هي تخش السحب، يبقى ده معنى بطاقة الخصم. اما البطاقة الائتمانية او بطاقة المشتريات او فيزة المشتريات او كارت المشتريات شرحين لسه حلقة عنه امبارح، تقدر تشوف الحلقة وتعرف ازاي بتستخدم بطاقة المشتريات. ايضا البطاقة الائتمانية او بطاقة المشتريات داخلة عملية السحب، ومن حقك انك انت تاخد بطاقة اضافية، فايضا البطاقة الاضافية داخلة السحب. في مجموعة من الشروط هنتكلم عنها بس عشان خاطر تخش السحب دوة، اللي هو هيكون خلال شهر يوليو وغسطس، يعني من 1 يوليو حتى نهاية شهر اغسطس. في اي يوم انت بتعمل فيه المعاملة خلال الشهرين دول انت بتخش عملية سحب، بتبدأ من 1000 جنيه ومضاعفات 1000. يعني لو عملت معاملة ب1000 بتخش السحب، لو عملت معاملة ب2000 بتخش السحب مرتين، وهكذا. بيتم عملية السحب في حضور مندوب من وزارة التضامن الاجتماعي، وعملية السحب بتخش بشكل عشوائي على كل المعاملات اللي تمت خلال شهر يوليو وأغسطس وفي حضور مندوب من وزارة التضامن الاجتماعي، والبنك بعد كده بيتواصل معك. طب حضرتك، ودي من ضمن الشروط، رحت فاتح حساب في شهر يوليو وربنا كرمك وكسبت، ولكن بعد ما تم الإعلان والتواصل معاك رحت قافل الحساب، في الحالة دي البنك مش بيسلمك الجائزة. هل المبالغ دي نقدية ولا باخدهم في شكل مشتريات؟ لا، بتاخدهم في شكل نقدية. هي عبارة عن 10 جوائز بتوزع على 10 أفراد أو 10 عملاء. الفائز الأول بياخد 500 ألف جنيه أو نص مليون، وده بتوزع على 4، 2 بيكونوا في شهر يوليو و2 بيكونوا في شهر أغسطس. طب عملية السحب بتتم ازاي؟ معاملات شهر يوليو بتتم في شهر أغسطس، ومعاملات شهر أغسطس بتتم في شهر سبتمبر. طب المركز الثاني، المركز الثاني بيكون قيمة الجوائز 250 ألف جنيه، وبيتم توزيعها على 4، 2 في شهر يوليو و2 في شهر أغسطس. الفائز الثالث بياخد 100 ألف جنيه، وال100 ألف جنيه دي بيتم توزيعها على 4. مش معنى توزيعها على 4 يعني كل واحد هياخد 25 ألف جنيه، لا، هم 4 بيفوزوا بمبلغ 100 ألف جنيه، يعني كل عميل بيفوز بمبلغ 100 ألف جنيه. 2 بيكونوا في شهر يوليو على معاملات شهر يوليو، و2 بيفوزوا في شهر أغسطس. ومن المركز الرابع حتى المركز الخامس قيمة الجائزة بتكون 50 ألف جنيه لكل فايز، وفي كل مركز هتلاقوا فيه 4 بيفوزوا بالجوائز، يعني تقدر تقول 20 هيكونوا في شهر يوليو و20 في شهر أغسطس. إيه هي شروط دخول المسابقة؟ المعاملات تكون في شهر يوليو وشهر أغسطس، وزي ما شرحنا لحضراتكم كده إن المعاملات اللي بتتم في شهر يوليو هيتم إجراء السحب عليها في شهر أغسطس، والمعاملات اللي بتتم في شهر أغسطس هيتم السحب عليها في شهر سبتمبر. المعاملات تكون بتتم عن طريق بطاقة الخصم أو البطاقة الائتمانية، سواء كانت هي الأصل أو الإضافة. يعني أنت تقدر طالما معاك بطاقة خصم تاخد بطاقة إضافية على بطاقة الخصم بتاعتك. في كل شهر هيكون في 20 فايز اللي ليهم حق يخشوا المسابقة دي، هم العملاء الحاليين والعملاء الجدد. الحد الأدنى بيكون 1000 جنيه، وطبعا كل ما بتعمل عمليات مشتريات بيزيد فرص دخولك السحب وانك انت تكسب، ومن حقك تفوز مرة واحدة فقط. يعني اللي فاز مرة مش هينفع يخش السحب مرة تانية، سواء كان في شهر يوليو او في شهر أغسطس.
من ضمن الشروط ان حضرتك لو قفلت الحساب او الغيت البطاقه بتضيع عليك الجايزه، وعمليه التواصل بيكون عن طريق البنك، يعني البنك بيبدا يتواصل معاك. طب ما قدرش يوصل ليك او تعذر الوصول ليك، في الحاله دي حق للبنك انه يدي الجايزه لحد تاني غيرك. واخيرا كل بطاقه من حقها ان هي تفوز مره واحده، يعني واحد ممكن يكون معاه بطاقه خصم وعامل عليها بطاقه اضافيه، واحد تاني ممكن يكون عامل بطاقة ائتمانية وعليها بطاقة إضافة، فمن حق كل بطاقة فرصة إن هي تفوز بهذه الجائزة. وبكده البنك الأهلي بيتيح لك فرصة إنك أنت تفوز بنص مليون جنيه. وزي ما شرحنا قبل كده الفرق ما بين البطاقة الخصم والبطاقة الائتمانية، لو في أي سؤال عند حضرتك تقدر تكتبه على القناة وإحنا إن شاء الله هنرد عليه. أي تفاصيل أخرى خاصة بالجائزة دي قولولنا وإحنا إن شاء الله نرد على حضراتكم. قصة موضوع الشفافية في الجوائز دي وإن في ناس كتيرة بتقدم لكن ما بتفوز، خلي بالكم هنا احنا بنتكلم على 20 جائزة على شهرين، في حين إن عدد عملاء البنك بيتجاوز تقريبا 20 مليون عميل، فتخيل انت حجم المنافسة ما بين كل العملاء. يعني مش شرط انك انت تفوز في الجائزة دي، ومش شرط ان انت لو ما فزتش يبقى إذن في تلاعب داخل البنك، لان الجوائز دي بيحضرها مندوب من وزارة التضامن الاجتماعي ويبقى تحت اشراف وزارة التضامن الاجتماعي، وبالتالي انا استبعد ان البنك يكون عامل العرض ده بسبب جذب عملاء وان الجوائز تكون غير حقيقية. لا، الجوائز بتكون حقيقية وفعلا في عدد من العملاء بيفوزوا بالجوائز دي، بس المهم ان احنا نتابع واحنا ان شاء الله نبقى ننشر لكم الفائزين بالجوائز. وزي ما قلنا لحضراتكم الشهر اللي جاي كده هيعلنوا عن 20، والشهر اللي بعديه هيبدأ يعلن عن 20 آخرين. إن شاء الله نتابع مع حضراتكم كل ما هو جديد في القطاع المصرفي. بنذكر حضراتكم بالاشتراك في القناة وتفعيل خاصية الجرس ومشاركة الأصدقاء لتعميم الفايدة. كان معكم دكتور محمد العجمي، دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع العشر اخطاء نتكلم عنهم سريعا. رقم واحد، الاندفاع نحو ارتفاع اسعار الفايدة مجرد ما احنا